السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة شهيوات ناني. اليوم غادي نقدم لكم واحد الغراتان أو صينية الدجاج بالشامبينيون أو المشروم وبالبطاطس. وصفة جميلة جدا وتنفع كطبق رئيسي لو رافقتها ببعض السلطات، وطبيعة الحال غادي ناكلوها بالخبز أو الرز أو أي أنواع من أنواع العيش. تبعوا معي الفيديو إن شاء الله تعجبكم وتطبقوها. بالنسبة لواحد الملحوظة هامة، إذا ما لقيتوش الشامبينيون أو المشروم الطري استعملوا المعلب وغيجي مزيان إن شاء الله. بسم الله وأبدأ على بركة الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبة لهذا الكراتان هذا، فغادي نحتاجوا ليه عندي هنايا نص كيلو ديال صدر الدجاج مقطع مكعبات شوية، يعني شوية كبيرة ماشي صغيرة. عندي هنايا بصلة صغيرة مفرومة بهذا الشكل هذا، عندي 2 فص من الثوم مدقوق، عندي هنايا واحد القرن ديال الفلفل الأخضر حار مقطع، وعندي هنايا فلفلة حمراء صغيرة مقطعة حتى هي بهذا الشكل هذا، وعندي هنايا ملعقتين كبيرتين من مركز الطماطم، وعندي الملح ملعقة صغيرة من كل من الكزبرة اليابسة والزنجبيل، وعندي الفلفل الأسود، وعندي هنايا الفلفل الأحمر الحار. وعندي هنايا انا استعملت هنا في هذا الكراتان الشامبينيون او الفطر او المشروم طري، عندي هنايا نص كيلو، الى ما متوفرش اعملوا علبتين متوسطتين. ومازال عندي البطاطا حتى نقيها ونقطعها لما نكونوا كنقادو الكراتان باش ندخلوه للفرن. غادي ناخذ هنايا عندي واحد المقلاة تكون عميقة، عملت فيها هنايا زوج معالق كبار ديال زيت الزيتون مقابل ملعقة كبيرة ديال زيت نباتية زيت المائدة. غادي نفرغ فيها في البداية هاد الثوم والبصل، وغادي نحطها فوق النار عاد نبدا نضيف العناصر الثانية. هنايا هو البصل بدا كيعطي ريحه واحد شويه هو والثوم، غادي نضيف الدجاج والفلفل ونخليهم حتى هما حتى يهبطوا واحد شويه. هنايا انا قطعت الشامبينيون او الفطر اللي عندي وغادي نضيفه هنايا على الدجاج. نقلب حتى يهبط هذا الشامبينيون، لان مازال غادي نكمل هاد الغطا، مازال غنكمل الطهي ديالو في الفرن. هنايا كتلاحظوا ها هو الشامبينيون هبط، دابا خصني نعادي باش نشوف هادشي. هادشي راه ما خداش لنا حتى 5 دقائق. غادي نضيف صلصه الطماطم، العطرية اللي عندي كاملة، غادي نحرك هاد السوائل هادي باش تذوب الصلصة، باش تذوب باش يذوب مركز الطماطم والتوابل او العطرية اللي ضفت. هنايا غادي نضيف واحد الوريقات ديال الزعتر الطري، هاد الزعتر في الحقيقة راه صغيرة، يعني أي حاجة تحبو تنسمو بيها ضيفوها. أنا هنا عندي هاد الزعتر هذا طري. صافي دابا هانتوما فهاد المستوى، فهاد شوية هذا بالمرق غادي نبعدو هاد المقلاة على النار. دابا غادي نبداو في المونطاج ديال الكراتان. هنايا اخواتي تاخذوا صينيات فرن مناسبه، وعندي هنايا تقريبا واحد 5 البطاطات متوسطين حتى 6 مقطعين هكا شرائح رقيقه. غادي ندهن هذا القالب هذا انا دهنته بزيت الزيتون، وغادي نبدا نرص فيه قطع البطاطس بهذا الشكل هذا.
حتى نغطي القعر. كما كتلاحظوا كملت راس الطبقه، يعني الطبقه ما تكونش غليظه بزاف، هانتوما كتشوفوا غير شويه ماشي بزاف. دابا كملت توزيعها، غادي نفرغ هاد الحشوه هادي، هاد الدجاج هذا والشامبينيون غنفرغه مره واحده هنايا فوق البطاطا. دابا كملت توزيع هاد الحشوه هادي، غادي نغطي دابا بهاد الطبقه اخيره من البطاطس. هنايا كملنا ترتيب البطاطس، هانتوما كتلاحظوا طبقه واحده، يعني ماشي تكون طبقه كثيفه، طبقه واحده من البطاطس. ملي تكملوا الراس ضغطوا بحال هذا الشكل هذا على البطاطا باش يتسوى ليها الوجه. طبيعه الحال الصينيه غادي نغلفوها بورق الطهي، ومن بعد غادي نغلفوها بورق الالومنيوم، غادي ندخلوها الفرن يكون مسخن من قبل. طبيعه الحال الدجاج مازال غيطلق السوائل، الشامبينيون كلشي غادي يطلق باش غيطيب ديك البطاطا. منين تعريو عليه وتلقاو البطاطا طابت، هذه اللي من الفوق، اما التحتانيه غطيب دغيا، منين تلقاوها طابت ديك الساعات غادي نكونوا موجدين الجبن، يعني حكينو اللي عندكم موزاريلا ولا ايدار لا شيدر ولا اي نوع عندكم تكونوا موجدينه، غير نعريوها نحطو فوق هذيك طبقه الجبن ونخليوها حتى يذوب وتنشف شويه. خواتي هنايا من بعد 35 دقيقة ديال الطهي ديال هاد الكاطا وهو مغطي، هاهي البطاطا طابت، غادي نزولو هاد الغطاء هذا. هانتوما كتلاحظو وغادي وهانتوما لاحظو أنه طلق المرق، غادي نوزع الموزاريلا أو أي جبن متوفر عندكم وندخلوه واحد شوية، ذوب هاد الجبن هذا ويتحمر الوجه واحد شوية.